هو مشروع الطريق المختصر الرابط بين باتنا المدينة والمحطة الشرقية لنقل مسافرين سجران. هذا المشروع الذي طال انتظاره وتداول عليه 3 ولات، 5 سنوات لم تكن كافية لإتمام مشروع القرن كما يحلو للبعض تسميته. هذا الطريق هذا من 2017 من باك تشوفيه واحد كيلو كيلو نص، لا كثر كيلو نص، ولحد الآن هاي هو في طريق الأنجاز. 5 سنين ونص، 5 سنين ونص بزاف على كيلو نص. على هذا 5 سنين ونص هذه قادر مولا يدير طريق نتاع بالك 100 كيلومتر أو أكثر. خويا الطريق هذا نورمال ما طولش كيما هكا، طولت بزاف شويه، نورمال باكتيفيتي الحاله شويه على السيركيلاسيون على الاقل تنقص واحد 5 كيلو بعد الدور مني وترجع من راه تدخل البلاد حاجه سهل. نورمال ما طولش هذا الوقت، راه يكملوها. الشيء كيما يقولوا غير مقبول، انجاز مده تاع 10 شهور اللي قال اخر 1 كيلومتر وراح ينحي مشاكل كبيره بزاف على سيران السيارات ويكون مختصر قريب لمدينه باتنا. يعني نشوف باللي هذه بالنسبه لي راهي كما يقول الانسان فيها البيروقراطيه، فيها كما يقول الانسان التماطل، فيها التهاون في هذه الانجازات، وهذا نطلب من السلطات المحليه ياخذوا هذا الامر هذا بعين الاعتبار. كي تحل راح يفك ازمه كبيره بويسك لا سيركيلاسيون راهي قويه وراه طول باش يتحل المشروع نتاعو، راه طول يسمى لو كان يتحلوا ديجا راهي ازمه كبيره تفك. دروك حنا وباه ندورو منا نروحو لطريق تاع الزولت ها نشوفو نجينا باه درنا دوك المسافه هاي هنا قدامنا خطوه الطريق هاي وراه الرونفو هنا قدامنا بعد هو راه يفك ازمه على ولاه الولايه بزاف بزاف بزاف. هو واحد من المشاريع المتعثرة بعاصمة الأوراس بالرغم من أن مدة إنجازه لا تتعدى 10 أشهر. إن شاء الله إحنا نتمنى ويكونوا طرق كما هكذا بنخفوا العبء على الحركة تاع السيارات، ويعني والإنسان مثلا هذا الطريق راح يربح لنا واحد 30 دقيقة بين 20 و 30 دقيقة. هذه لافوا اليوم سيتي ان ريف افون درك دارت وبقات هكذاك، يلفالي لا تيرميني اون فالا تيرميني، وهذه تفك بزاف مشاكل وتزيد تعطي بهاء بهاء ويعني للمحيط تاعنا. وفي انتظار ان يدخل هذا الطريق حيز الخدمه نهايه السداسي الثاني من السنه الجاريه يتمنى سكان باتنا عدم تعثره مجددا.